اهلا بيكم في حلقه جديده من ريا منتدى. النهارده منتخب مصر الوطني بقياده مدربه روي فيتوريا انا استعداداته للمواجهه الوديه اللي هتجمعه بكره بالمنتخب التونسي. مباراه منتخب مصر النهارده كان شامل التدريبات بدنيه متنوعه، ونبه فيتوريا على بعض الامور الفنيه اللي تنفذها في المباراه، وده بعد فوز مصر على اثيوبيا بنتيجه 1-0 في الجوله الاخيره من تصفيات كاس الامم الافريقيه 2023. طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مواجهته امام تونس ويقدر يستكمل سلسله انتصاراته مع روي فيتوريا. نروح للنادي الاهلي، والنهارده وصل القاهره النجم الفرنسي انتوني مودست مهاجم بروسيا دورتموند السابق لحسم انتقاله بشكل رسمي للنادي الاهلي، وجهز مارسيل كولر المدير الفني للاهلي برنامج تاهيلي خاص لمودست لاعداده لمباراه السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري. مودست كان اجتاز الكشف الطبي اللي خضع ليه في اوروبا عشان ياكد جاهزيته لتدعيم هجوم الاهلي خلال الموسم الجديد. تعالوا نشوف اراء الجماهير بعد وصول مودست، هل الاهلي قادر على تحقيق نجاحات اكتر مع كولر في الموسم الجديد؟ ونرجع لكم مره تانية. شايف تعاقد الاهلي مع مودست ازاي، وهل شايف ان هو ده اللي هيكون الورقه الرابحه في تشكيله كولر عشان يقدر يحافظ على بطولاته في الموسم الجديد؟ لا، هو يعني كولر مفكر كويس ان هو ينزله يبقى بديل مع صلاح محسن، ان صلاح محسن صغير، بس مودست تعبه ان هو عنده 35 سنه. طبعا اول حاجه ان هو بيلعب في دوري الماني، دي حاجه مختلفه عننا خالص. الفتره اللي فاتت ما جالناش لعيب محترف اوروبي تماما، دي حاجه اللي تميزه. يعني عملت بيرسي تاو وجبت صلاح محسن وجبت مش عارف مين ومين ومين، بعد كده جاي تجيب حد بفلوس قد كده ممكن ما يديكش غير سنه، فهو ممكن هيساعدنا السنه دي في كاس العالم والدنيا وبتاع، بس بعد كده ممكن ما يكونش ليه اي لازمه. بالنسبه لمارسيل كولر، من يوم ما مسك الاهلي واحنا دايما بنشوف نتائج، بنشوف تطور، بنشوف بروجرس احدث، فاعتقد ان هو عنده وجهه نظر، ودايما انا شايف ان الافضل احنا ما نتدخلش في شغل المدير الفني. اعتقد يعني ان الاهلي ما بيجيبش حاجه مش مفيده ليه. الاهلي جاب مودس وجاب امام عاشور، والاهلي لو مش عارف ان متاكد ان امام عاشور او مودس هيفيدوا الاهلي، ما اعتقدش ان هم كانوا يجيبوه. لسه مكملين مع اخبار الاهلي، وبيواصل اكرم توفيق تدريباته التاهيليه استعدادا للعوده للملاعب مره ثانيه بعد فتره من الغياب بعد خضوعه لجراحه الرباط الصليبي. اكرم بينفذ برنامج خاص تمهيدا للعوده من جديد للمشاركه في مباريات بدايه من الموسم الجديد، خاصه ان كولر كان بيعتمد عليه بشكل اساسي قبل اصابته. ونروح لاخبار الزمالك، اللي بتستعد جمعيه العموميه لاختيار مجلس اداره جديد يوم 20 اكتوبر اللي جاي، وده بعد ما تم غلق باب الترشح للانتخابات بشكل رسمي، وترشح على منصب الرئاسه كل من حسين لبيب وفاروق جعفر وماجد فاروق الحنبلي وميرفت السيد احمد وعمر هريدي. تعالوا نشوف اراء الجماهير في مستقبل نادي الزمالك ومين الانسب لرئاسته الفتره اللي جايه، ونرجع نكمل باقي اخبارنا. بعد اغلاق باب الترشح في انتخابات الزمالك، شايف مين المرشح الانسب لتولي رئاسه الزمالك في الفتره اللي جايه؟ حسين لبيب هو افضل حد الفتره الحاليه، هو اكتر حد استفدنا منه الفتره اللي فاتت. انا شايف ان هو افضل حد ان هو يمسك الزمالك. شايف التحالف اللي حصل ما بين الكابتن حسين لبيب والكابتن احمد سليمان ده الانسب انتخابات نادي الزمالك والزمالك الفتره القادمه؟ اعتقد الكابتن حسين لبيب هي القائمه الاقرب، نضم منها احمد سليمان وبعض الرموز اللي هي مثلا قادره يعني تنشال النادي الى مكان افضل يعني. ونتمنى اللي يجي يمسك الزمالك او رئيس نادي الزمالك مصلحه النادي اولا. الفتره اللي جايه ديت المفروض اصلا ولاد النادي يتكتفوا كلهم ويكونوا على قلب رجل واحد، بحيث ان هم، انا اهلاوي على فكره قبل ما اكمل الكلام، وبحب نادي الزمالك لان نادي الزمالك فيه لعيبه بتمثل منتخب مصر، وكلها المفروض اصلا كله في صالح الرياضه المصريه، كله يتكاتف على اساس نادي الزمالك يخرج من الكبوه اللي هو فيها ديا. ولسه مكملين مع الزمالك، النهارده عماد البناني رئيس اللجنه المعينه لاداره النادي تواجد في اتحاد الكوره المصري للاتفاق على تسويه مديونات النادي، وبتسعى اللجنه المعينه لاداره نادي الزمالك لحل ازمه مديوناته مع مختلف الاتحادات الرياضيه قبل بدايه الموسم الجديد علشان يكون في استقرار اكبر بالنسبه للفرق الرياضيه بنادي الزمالك في الفتره اللي جايه.
من الزمالك نروح للبنك الاهلي اللي اعلن تعاقده مع ابراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري لمده 3 مواسم. ابراهيم حسن قدم مستوى مميز مع الاتحاد وسجل 6 اهداف مع زعيم الصقر عشان ينجح البنك الاهلي في التعاقد مع اللاعب لدعم هجوم الفريق في الموسم الجديد. البنك الاهلي كان ضم ايمن اشرف ومعاذ الحناوي ومحمد جريندو واحمد مدبولي وعماد فتحي وسيرجي اكا وحسن شاهين خلال فتره الانتقالات الجاريه. نروح للكرة العالمية. التقارير الإسبانية أكدت اتفاق نادي برشلونة مع تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق على تجديد عقده حتى 2025، وده بالاتفاق مع خوان لابورتا رئيس النادي لمنح الثقة الكاملة لتشافي بعد المستوى المميز اللي قدمه الفريق على مدار الموسم الماضي. عقد تشافي الجديد مع برشلونة هيكون فيه مكافآت خاصة وزيادات في الراتب لتحفيزه على استكمال مشواره مع برشلونة وتحقيق المزيد من النجاحات. كده تكون انتهت نشرتنا. فاصل ونرجع نكمل مع كابتن ميدو.